لو بتحب الخدمة اخدمي هنا في بيت أخوك أحسن، ولو عادة عندك يعني تنزلي تبوسي الجزم فاستحملي ذل العيش أرحم. ولو انت يعني ما عندكيش كرامة يا فاطمة فأنا مستعد كل يوم أهينك ومرمطك من عناية الاتنين. خشي. طلعني يا مهد. نعم يا روح أمك. أنا عاوزة أتطلق. طب اتمسي اتمسي وقولي يا مسا يا فاطمة. حرام عليك بقى يا أخي. مش هتمشي من هنا غير لما تطلقني. أنا بكرهك ومش عايزة أعيش معاك. انتي وانتوا ايه في ايه؟ يا فرجة وكل واحد يروح بيته. تتفرجوا على انتوا كمان. وديني وموت. إن مرميت عليا اليمين دلوقتي لكم فتحاك. ذل بذل بقى. أنا عندي أرحم وراح أخدم في البيوت ولا عيش مع واحد زيك. واحد مش عايز يبقى بني آدم. واحد عايز يفضل كلب. كلب في جيبه وسط الغرامة. أنا كلب. أنا كلب يا بنتي. أنا كلب. أنا كلب يا واطية. يا واطية. مش عايز أعيش على ذمتك. تحرم عليا من النهاردة يا واطي. طلعني. طب غوري. طلعني. غوري في 60 دقيقة. انت طالع طالع يا فاطمه.